خمس سنوات يعني يعني تجربة كبيرة ومليئة بالأحداث الكبيرة والمفاجآت، لكن في العموم الحمد لله كانت إيجابية. يمكن أن أقول لك أنني اليوم يعني مطلع شوية أكثر على ما يجري في هذا البلد السعيد، وأظن أنه في العموم كانت تجربة إيجابية بالنسبة لي وبالنسبة للوطن. ساهمت قدر المستطاع في استقرار البلد وفي أمنه وفي تنفيس بعض المشاكل الاقتصادية، التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وإصلاح التقاعد وإصلاح إشكاليات الماء والكهرباء إلى آخره، وكذلك يعني بعض القضايا الاجتماعية استطعنا أن نلامسها، حسننا وضعية المقاولة المغربية وأشياء أخرى كثيرة، ولكن المهم عندنا هو أنه لنقول أن الحصيلة إيجابية، ماشي مثالية، ماشي بدون عيوب، ولكن إيجابية والله الحمد. إصلاح واحد ليس المقاصة ودخل في المقاصة، ولكن اسمه المقايسة الاندكساسيون. كنا عندنا واحد النسبة كندعموها ديال 2.40 درهم في اللتر ديال البنزين، ولكن بغينا نديروا المقايسة غير من فوق ديك 2.40 درهم 11 شهر وانا كنتسنى، لانه كان عندنا واحد 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 درهم زايد في الثمن ديال ليسونس، ما عندوش ما بقاش عنده مبرر. ملي جيت نديرو كان خاصني سنة باش نتوافقوا الى اخره. فالاصلاح صعب ولكن ماشي مستحيل، هذا كذلك مهم جدا. لكن تقول شي حاجه معقوله، مثلا التقاعد، اللي جيت انا مالي ومال التقاعد انا داك صندوق التقاعد ما عندي علاقه به، ماشي غناخذ منه انا، ولا انا ماشي موظف ديال الدوله، انا رئيس حكومه صحيح، ولكن قطعت العلاقه ديالي مع التقاعد قديم، كنت توظفت واحد المده بسيطه وخرجت. يعني ملي جيت جا عندي وزير الماليه والموظفين وقالوا لي السي مكيران هانت لا ما درنا والو من 2021 ويلقاو الموظفين. من ذاك الوقت وانا في حوار مع النقابات مع يعني 10 ولا 11 الاجتماع اللي عملناه اتصالات وهذا الى اخره، ولم يمر الا بشق الانفس. انا مشيت في واحد المنطق كنقول اللي غيقبض 9000 درهم غتولي له مثلا 8400 درهم، احسن من انه نخلي راحنا خسرنا في هاد السنين الاخرى 16 و15 و14 10 مليار ديال الدرهم من الرصيد ديالنا. يعني بحال شي واحد عنده الفلوس في البنك كيدخلوا الفلوس ويخرجوا الفلوس، الرصيد ديالو كيتزاد شويه بشويه. العام الاول وقف ما بقاش كيتزاد، 13 14 خسرنا مليار، 15 خسرنا 3 و16 خسرنا 6 المليار ديال. دابا عاد غيتوقف هادشي، كنا غاديين ديك 80 مليار ديال الدرهم كنا غناكلوها في من هنا ل 21. ما لا ما بغاوش المغاربه هذا القرار، بغاو يصوتوا عليا على اساسه، صوتوا ضدي انا قبل. الاصلاحات هذه ما خصهاش توقف، باقي اصلاحات، لا المقاصه لا التقاعد، التقاعد خصو عاود ثاني دابا واحد النقاش اخر باش يتقاد، لانه التقاعد كاين ثلاثه ديال الصناديق، كاين لا سي ان اس اس، كاين لا ار سي اير، وكاين لا سي ام اير، والفرق بيناتهم كبير. فهمتي ولا لا؟ دابا لا سي ان اس اس اكبر شيء تيمكن لك تاخذ هي 6000 درهم. السي ام اير ما كاينش هاد سميتو الى اخره. فخص عاوتاني نقاش باش كيقولوا نوليو قطبين فقط، يعني قطب ديال البريفي وقطب ديال البيبليك الى اخره. دونك هاد الشيء ما غاديش يتوقف، ولكن يعني بالنسبه للخمس سنوات المقبله ماشي انا، اي حكومه جات كاين التعليم، كاين التشغيل، فهمتي ولا لا؟ وكاين الصحه، وكاين حوادث السير، هذو اربعه يعني كاين الاستمرار في الاصلاحات ديال العداله. ما وقع في العداله غير مسبوق في المغرب. داكشي اللي دار السي مصطفى الرميد ما يجازي عليه غير الله سبحانه، ولكن خاص شي واحد يعني الا كان غيكون هو
تيقول لا مزيان لا ما كانش غادي يكون هو غادي يخص شي واحد اللي غادي اللي عنده يعني النفس الطويل وغادي يبقى انه واش ما كتذكروش باللي جينا شحال ديال الاضرابات كانوا في المحاكم فين هما الاضرابات اللي كانوا في المحاكم المغاربه نساو المغاربه غير غيجيو وينساو عبد الاله بن كيران والحكومه ديالو 52 اسبوع ديال الاضرابات اللي كانت في الجماعات المحليه ثلثين ديال التوقيت ديال التعليم ما تيقراوش الناس كل ساعه الاطباء في الزنقه بلي بلوز بلونش عقلتي لا سيتي واخرى عقلتي وعلى الادارات ديالكم ساكنين فيهم عباد الله تيقولوا فيهم يشربوا فيهم ويباتوا فيهم وسميتو عقلتي على هذا الشيء حتى حاجه من هذا الشيء ما بقات غير غتجيو المغاربه وتنساو بين عشيه وضحى الحمله ديالي كنحاول نفسر للشعب المغربي ان غدا ماشي ماتش ديال الكره اللي بغى يمشي له يمشي له اللي ما بغاش يمشي له ما يمشيلوش المصير ديالهم اللي كيتلعب غدا الحمد لله المملكه المغربيه كتنعم بالاستقرار وعلى راسها جلاله الملك هو ما دخلش في الانتخابات بالحق ما دون ذلك كله داخل في الانتخابات الانتخابات هي اللي غادي تكون البرلمان وهي اللي غادي تكون الحكومه واليوم البرلمان عنده وزن والحكومه عندها وزن والمؤسسات يعني الطريقه باش كتفعل الامور مع مختلف المؤسسات عنده وزن